ايه رمز؟ ايه حزمت البضاعه بتاعت المعلم مناير؟ اه دول ده زبون لقطه، يعني باعهم لنا امبارح وجاي يشتريهم النهارده. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطه دي ها فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولا، بس يعني انا عايز افهم، يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ يعني ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده هو على خلقتك. ماشي، عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده هو وتغليهم، وبعدين تاخد منه وهي سخنه تقوم لازق الشنب، واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو، وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولا، انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله. بس بالصعيدي بقى، بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. كوم؟ هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي؟ يلا لازم تاخد خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت، بس تقول ايه بصوت قوي؟ اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم، خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضه، تقولش اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي ربنا يستر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله الله، تنفع الخطه؟ هو اتاخر ليه؟ الو الو. ايوه ايوه معلم منير، انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم، انا عموما بضاعتك كلها جاهزه، ايه لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره بس. صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص، الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيده اما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي؟ هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، هتعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، احط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اجده انتوا ناس محترمه. ايوه ما انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عايزاهم. والله كده يعني؟ ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيلا بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي، والله ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى اوعى كده ملخت الكوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يلا، اتكل على الله. يا استاذ دوله، انا طالب بيد الانسه حماتك. انسه حماتك؟ امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هنا يا حمار، انت شفتها فيها؟ يو او مش يو يعني، ما فيش حاجه. يلا اتكل على الله. يو اصبر انت يا استاذ عادل، انت شفتها فين يا معلم؟ اني يومات بنتقابل يا معلم. ايوه، واذ ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيدي عدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو. لازق؟ انت لازقه في ايه؟ انا يا اخي يا استاذ عادل، انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تجوزوها لي. تجوزوها لي؟ لا اكده بقت بزرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى كده بدك تعصر ميه.
دولا هو مش لا دولا دولا يا دولا اوعى كده ملختي الكوم مش خلاص اوعى كده ملختي الكوم مش خلاص ما قلت لك خلاص ما قلت لك خلاص انت كده انا مش كده دولا حبيبتي في ايه؟ يا مامي انا تعبانة ودايخة وبطني بتوجعني. يا حبيبتي دي من قلة التغذية، انتي مش بقالك اسبوع ما بتاكليش لحمة؟ لا انا بطني بتوجعني ودايخة ونفسي غم عليا. ايه؟ بتقولي ايه؟ يا مامي بقولك بطني بتوجعني ودايخة ونفسي غم عليا. بطنك بتوجعك ودايخة ونفسي غم عليكي؟ ايوه. يعني حاسة بايه بالظبط؟ بصي يا مامي انا عاده يعني ببقى على درايه كامله بالاوجاع اللي بتهاجم جسمي، بس المره دي اختلفت مع نفسي. ازاي يعني؟ مش عارف انا افتكرت اصلي ان بطني بتوجعني من اللحمه اللي اتغديت بيها انا وعادل بره البيت امبارح، وبعدين قلت لا احتمال كبير قوي تكون من الكباب اللي اتعشينا بيه انا وعادل امبارح او بقى من سندوتشات اللحمه اللي اكيد حضرتك فطرتي بيها النهارده وبتقولي انك ما بتاكليش لحمه. لا دي كانت كويسه. طيب في ريحه معينه كده انت ما بتطيقيهاش؟ ريحه عادل مش طايقاها. طب والبيت؟ مش طايقاه يا مامي ومخنوقه منه هفطس. طيب ما نفسكيش كده في اكله معينه كده حاجه حرشه؟ لحمه. طب ده بقى يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جعانه؟ لا يا حبيبتي بقول لك ايه بقى؟ الموضوع ده لازم يفضل سر، ها؟ ده داري على شمعتك تقيد، الموضوع ده بالذات مش لازم تتكلمي مع حد فيه خالص. يعني يا مامي؟ سر ايه؟ الامساك؟ امساك ايه يا حبيبتي؟ انت ح ح ح ح ح ح ايه كنت هتقولي يا مجيده دلوقتي؟ انا كنت بقولها يعني ان انا حاسه انها تعبانه علشان كنت فاكره انها اكلت اللحمه اللي انت كنت شايلاها في الثلاجه، يعني عشان كده انا كنت بقنبها. بحسب كويس ان هي اكلتها، انا من الاول شاكه ان اللحمه دي لحمه حمير وكنت قلقانه اكلها فظني طلع في محله. يا خفيفه مش فاكره، بس المهم الموضوع ده يبقى سر. سامعه ولا مش سامعه؟ انت حامل. مجيده كنت عارفه انك كذابه من الاول. كذابه انت حامل؟ ما اعرفش بلاش الاسلوب الواطي ده معايا. انت حامل ولا مش حامل؟ انت مالك انت دخلي في شؤونها ليه؟ ايه اللي هتدخل ده؟ ما فيش سر في البيت ده يستخبى عليا. ولا انا مالي صحيح؟ انا مالي؟ انتوا احرار. انا ماليش دعوه، ولعوا بعضيكم. بالنسبة لفكرة ان الموضوع ده يبقى سر بينا، قائمة ولا يعني ايه بالظبط؟ طبعا قائمة. اوعي تقولي لحد في البيت، ده مفتريين ويقولوا اللي ايه ده؟ ايه ده؟ مزعلين سناء ليه؟ بتقولي انت مالك يا ماما؟ ايه ده؟ محدش ابدا يقول لسناء كده يا جميل. انت بصي مفيش حاجة في البيت ده تستخبى على بنتي ابدا. وهو في حاجة بتستخبى في البيت ده اصلا؟ هو في حد قادر ينطق في البيت المدهول ده؟ خلاص مش عاجبك هوينا، قاعدين على قلبنا لا شغله ولا مشغله، ما تعملوا بلقمتكوا. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رافعه راسي، من غيرك كانوا زمانهم زلوني. بيعايروني يا ماما، بيعايروني عشان انا مش بخلف. عايزه ارجع. ايه ده؟ عايزه ترجعي ليه؟ عشان هي حامل يا ماما. لا 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 لا، اقعدي استريحي يا اختي اقعدي. مش قادره. بس معلش يا حبيبتي، من هنا ورايح كلنا هنخدمك، هنشيلك على كفوف الراحه. لا يا طنط، لا ما ينفعش، البيت وسخ جدا لازم ينضف، والمواعين والاكوام اكوام 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 في الحوض لازم حد يغسلها فوق. ريحي ولا يهمك بنت يا سناء. نعم يا ماما. روحي نضفي البيت واغسلي الطباق. انا يا ماما؟ ايوه انت، ولا كلمه وما تعمليش دوشه، عاوزين نريح رانيا خالص. يلا مستنيه. يا ماما امشي، هتبقي حامل في ولد. يا سلام، وعرفتي منين بقى انه ولد؟ انا فاهمه وهي طايره من فروه شعر ياسمين وانا بسرحها. ايه كلام البلدجان اللي بتقوليه دوت والجهل والخرافات دي؟ خرافات وجهل واللي انت قلتي عليه ده، بكره تقولي انعام قالت.
عليكم. ايه صوت الزغاريت الجميله دي؟ ها مين هيمشي نو يفضلنا بقى مكان؟ انا خلاص نويت ان انا ان شاء الله اعمل هوم سينما. لا يا عادل، من هنا ورايح مفيش سينما، كل قرش توفره علشان الضيف اللي جاي. اذا هو في حد هيجي غير اللي عندنا اصلا يعني ولا ايه؟ يا حبيبي الف الف مبروك، مراتك حامل. هي مجيدة، كنت عاوز انا اللي اقوله الاول. الهوم سينما ده بقى اللي هو تبقى كده يجيب بقى شاشه اللي هي بلازما او ال سي دي كده، هو اللي هي كبيره ومعاها سماعات بقى اللي هي سراوند، والواحد يبقى قاعد في وسط الاوضه. مين اللي حامل؟ مراتك يا حبيبي حامل. مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا قلبي. لا ما دام مش هيتربى في البيت ده يبقى خلاص بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش بتقوله هيتربى في ملجا باين؟ ملجا ايه يا حبيبي؟ يتربى في عزك. عزك في ايه يا عادل؟ انا ليه كده حاسه في صوتك بنبره سخريه مخلوطه بالاسف الشديد؟ زي ما انا حاسس في صوتك بنبره استعباط مخلوطه بنبره هبل يا هان. احنا مش متفقين ان احنا ننظم؟ ننظم ايه يا عم انت؟ هو احنا قادرة غير بنت مسكينه واحده ياسمين محشوره جوه في الاوضه؟ طيب ما ده احنا طول الوقت بندعي ربنا ان احنا نلاقي لها سرير فاضي تنام عليه. جايه دلوقتي عايزه تخلفي، يا نهار اسوه تخلفي ايه يعني؟ انا اعمل ايه وحضرتك احنا وفرنا حتتين لحمه امبارح بالعافيه لما مامتك ما كانتش موجوده في البيت، لكن ما اقدرش اوعدك ان حتتين اللحمه دول هيتوفروا كل يوم. يا عادل الولد بينزل برزقه. ينزل برزقه ايه بس يا ماما؟ يعني هيبقى الولد لسه مولود والدكتور بيضربه على ظهره يقوم منزل شيك من بقه؟ انت رايح فين انت؟ رايح بقى اشتغل. ما انا خلاص بعد كده مفيش وقعات في البيت، هشتغل عشان اوفر الاكل والشرب والبامبرز داخل المدارس، وغير بقى يا الدكاتره وال ده انا مجرد ان انا افتكرت دخت بالكل هيموت من الفرحه. ألف مبروك يا دولا، ألف مبروك، والله فرحت لك من قلبي. يا أخيراً هتبقى أب. أخيراً هبقى أي؟ أمال ياسمين دي تبقى بنت خالتي يعني؟ دولا إيه أنت شكلك كده مقريف ومش لامح خالص في مظاهرك ابتسامات ولا أي حاجة فيه؟ أنا رمزي أصلاً ما كنتش عايز أخلف دلوقتي خالص. ليه يا دولا؟ هو أنت اللي هتخلف؟ دي مراتك. أنت مخزن غباوة يالا. الله يخليك يا دولا. انا قد ما كنتش عايز اخلف دلوقتي، انا كفايه المسؤوليه اللي عندي، عندي في البيت ست ستات وانت عندي اهو في البازار، دي كلها مصاريف. انا كنت مستني واحده منهم بس تخرج من البيت وبعد كده افكر في حكايه الخلفه. ليه بس يا دولا؟ ده العيال دول هم تعزوا يا دولا وهيملوا عليك البيت وهيفرحوك يا دولا. يعني انت مثلا لما تيجي تعجز ولا تكحكح مين هيشيلك غير عيالك؟ بس لقيتها يالا، لقيتها خلاص كده الحمد لله اتحلت، ما بقيتش فيه مشكله. انا ان شاء الله اول ما اخلف النونو ده هستغنى عنك خالص يالا، هرفدك خلاص. لا وانت هترضى ده دول هتشردني كده وان في الشوارع كده اهو زي اولاد الشوارع؟ لا يا عم انت وبعدين ابنك يعني لما يجي يتخرج للدنيا مش هيلاقي ابن عم ابوه؟ معقول ابن عم ابوه يعني؟ دي حاجه مش مهمه خالص. وبعدين حط نفسك مكاني يا رمزي، يعني يبقى ابن عمي ولا ابني؟ ابني يا ابني الدنا غالي طبعا. ايوه دوله بس برضو يعني المثل بيقول لك ايه، انا وابن عمي على الغريب. وبعدين ابنك دون ابنك بس لسه يعني لسه مش منسوب الهويه فيبقى غريب. يا رمزي حط نفسك مكاني، انت تكلفتك عاليه يا ابني. ايوه دوله انا عارف ان انا تكلفتي عاليه، بس انت ممكن تلاقي ناس كتير قوي ارخص مني، بس الغالي تمنه فيها دولة. وعلى فكره بقى انت لازما يعني تستخدمني ان انا استثمار. يعني خليك عندي نوف في البازار وبعد كده ابيعك بسعر عالي، ولا استنى عليك بقى لغايه اما تقدم زي الاثار كده هو ابيعك بقى بارقام خياليه؟ الاثنين يا دولة. لا 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 انت محتاج عشان تبقى اثار يعني محتاج مئات السنين. هيمر هوا. لا رمزي انا وصلت الحل كويس والحمد لله ربنا كرمني بيه، انا هستغنى عنك اول ما النونو ده يجي. لا النونو يا انت يا رمزي. ماشي يا دولا انت بقى كده هو انت اللي غلطت، علشان انا هحط النونو بتاعك ده هو في دماغي من جوه، وانت عارف لما بحط البني ادم في دماغي ايه اللي بيحصل. دماغ مين يا ادم اللي تحط فيها يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده انت دماغك فاضيه اصلا؟ ولا قوم روح نظف الشارع قدام البازار، الشارع كله اجري. ماشي ماشي ماشي. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ لو سمحت مش عايزه اتكلم معاك عشان انت السبب في دموعي دي كلها.
الهرمونات اشتغلت بقى. طب يا رانيا بلاش نتكلم. حاضر. وده شيء متوقع طبعا منك، لانك ما عندكش استعداد انك تطيب خاطري على اساس ان انا ما سويش عندك بصلة. خلاص يا رامي تعالي نتكلم. مفيش اي كلام ممكن تقوله يا عادل هيمحي سنتي واحد من جراحي او هينشف دموعي المبللة على خدودي. لا مدام وصلت لدموعك المبللة على خدودك، انا متهيألي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنشفها بقى يا رانيا انك انت تقف في الشمس. الشمس بتنشف على طول الخدود المبللة دي. بس استني بقى للصبح. يلا تصبح على خير. خسارة خسارة يا ربي خسارة. وانا اللي كنت فاكره ان دموعي هتحرك مشاعرك، لكن الواضح ان انا براهن على الاستحالي. لا مدام وصلنا للاستحالي يبقى تعالي بقى قولي لي ايه اللي مزعلك كتير. ومنين اجيب كلام للناس يقولوه؟ يا احنا هنقضي الليل كله بقى في نجيب سرور ولا ايه؟ عايز اعرف حاجه، انت ازاي تعمل في الموقف ده؟ موقف ايه يا هانم؟ موقف ايه؟ ده انا اللي اساسا متضايق. افندم؟ اه طبعا، احنا مش متفقين ان احنا هنأجل موضوع الخلفة دي لغاية ما ظروفي تتحسن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا عمرنا ما هنخلف تاني؟ يعني انا عمري ما هسمع كلمة ماما وهتحرم منها وانا عايزة شبابي. يا نهار اسوح يا رأي. هو انت ما بتحتكيش بياسمين بنتنا خالص ولا ايه؟ ياسمين بنت حبيبتي عادي، انا ما اقدرش استغنى عنها. بس انا برضو كل ما اشوف ياسمين احلم ان انا يبقى عندي بيبي صغير نونو بيحبي بيضحك بيكسر بيعمل اي حاجه نفسه فيها. ايوه يا حبيبتي، ما احنا كل ده مرينا بيه مع ياسمين، وعندنا شرايط فيديو مصورينها طول الوقت. احنا نتفرج على الشرايط زي ما انت عايزه، اي حاجه فيها عياط نجريها، اي حاجه فيها بتحمي بتلعب بتكسر نبطئها ونقعد نتفرج براحتنا عادي. يا عادل يا عادل، انا نفسي في نونو صغنطط كده حبيبي العب بيه اشتكه ادلع نونو نونو. بلاش بلاش كل ده، انقله يا اخي معلوماتي عن الحياه عن المجتمع عن الثقافه. اقول له تقولي له يا عيني يا نونو هيستحمل ايه؟ اقول له طيب انت ما نفسكش في بيبي صغنطط؟ يعني انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق. الحق؟ لا مش نفسي. بقول لك ايه يا عادل، انا ما عنديش استعداد اجيب اللي في بطني ده وانت واخد منه موقف حيادي. انا يا ماما مش واخد موقف حيادي، انا واخد موقف عدائي. ماما هبط النظر. عادل احنا داخلين على ايام سودة، انا محتاجه ان انت تقف جنبي وتدعمني نفسيا. ايوه ما انا لازم ابقى مستقر نفسيا عشان اعرف ادعمك نفسيا. ما ينفعش. تعالى معايا. اجي معاك في ايه؟ تعالى بس يا عادل اقول لك حاجه، انت لازم تخش في المود شويه. اخش في المود نعمل ايه؟ يعني اصحي ياسمين بنتنا عشان اغير لها؟ بس حاضر يا ستي حاضر، نقوم نشوف اخرتها. شايف يا عادل؟ شايف الحلاوه والجمال؟ دي هدوم ياسمين وهي صغيره، طنط انعام طلعتها من تحت السرير عندنا. شايف يا عادل؟ شايف حلوه ازاي؟ تجنن مش كده؟ طب ما تدوري كده شوفي وحدتين بامبرز ولا حاجه نوفر شويه عشان المولود الجديد. بصي يا عادل، المره دي مراتك هتخلف ولد، لازم تسميه على اسم ابويا الله يرحمه، والا هتخسرني مش زي المره اللي فاتت تسمي ياسمين وما تسميهاش على اسم امي الله يرحمها. يا ماما يعني امك الله يرحمها ازاي اسمي بنتي على اسمها؟ يعني لواحظ وانا ابو لواحظ ودي ام لواحظ ازاي يعني يا ماما؟ ومالها بقى لواحظ ان شاء الله؟ ولا اي حاجه يا طنط، هو بس اسم بلا هدف بلا دلاله. طب واسم جد؟ عتريس. ماله عتريس كمان؟ ملوش يا ماما، بس هو يعني اصله اسمه منتشر قوي اليومين دول. انا بقول لكم ايه بقى، انا ابن بنتي هيتسمى على اسم اخويا، فاكر؟ ها وبعدين احنا متفقين على كده من الاول. يا حماتي فاكر ايه؟ اسمي ابني فاكر؟ معقوله يعني اعذب الواد وهو داخل المدرسه؟ يعني بعد كده اي حد يقول له ايه مثلا وهو داخل مساء الخير فاكر عادل يقول لا مش فاكر ويضايقوه؟ ليه ليه انت بتقولي على اسم خالي؟ انا اسمه على خالك اللي اسمه ريحان. ما انا ما اقولش ان احنا هنسمي ابننا ريحان. ليه ان شاء الله؟ ايوه ماما يعني يبقى اسمه ريحان عادل، تحس كده انه مش اسم ولد صغير، تحس انه اسم شجره. جبتي الحاجات كلها؟ ايوه يا ماما، وتعبت جدا اتهد حيلي. وانا جايه كمان قطع الخضري، جبت لك جزر وكوسه وبطاطس وطماطم عشان حبيبه قلبي تيجي تتعشى. كويس قوي ماما، عايزه مني حاجه قبل ما انام؟ انا اتهد حيلي النهارده.
تحب لملك الجزم بتاعت البيت كلها ألمعها لك وش وظهر؟ لا خلي الجزم لبكرة، دلوقتي خشي على الحوض اغسل الكوبايات كلها. يا ماما يلا. ماما مالك ياسمين في ايه؟ خالته نجلاء بتقول ان انت هتجيبي بيبي وترميني وهتحبي اكتر مني. بص عليك يا نجلاء. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي اختك بتقوله ده؟ تعالي يا ياسمين تعالي. بصي يا حبيبتي، مفيش حد نقدر نحبه اكتر مني خالص. البنت بنت والولد ولد، يعني البنت عندها اللعب بتاعتها الرقيقه اللي بتقعد تلعب بيها، الولد بقى عنده لعب تانية خالص، يبقى عنده مسدس، يبقى عنده كوره، او مثلا ممكن يتفرج معايا على الماتشات ونقعد. بس انت برده بنوتتنا الجميله، استحاله نحبه يعني اكتر منك. معقوله؟ معقوله يا ياسمينه؟ احلى بنوته في الدنيا. بوسه لبابا. رمزي، حزمت البضاعة بتاعت المعلم منير؟ يا دولة ده زبون لقطة، يعني باعهم لنا مبارح وجاي يشتريهم النهاردة. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطة دي فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولة، بس يعني انا عايز افهم، يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده اهو على خلقتك. ماشي، عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده اهو وتغليهم، وبعدين تاخد منه وهي سخنه تقوم لازق الشنب، واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو، وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيدة حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولة، جاي طالب ايد الست مجيدة حماتك. سهل. بس بالصعيدي بقى، بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. الكوم؟ هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي يالا، لازم تاخد خد نفس، خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت، بس تقول ايه بصوت قوي؟ اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم، خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضو، تقولش اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي، ربنا يستر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله على الله، تنفع الخطه؟ هو اتاخر ليه؟ الو الو. ايوه ايوه معلم منير، انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم، انا عموما بضاعتك كلها جاهزه، ايه لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره. بس صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص، الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيدة لما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي؟ هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، تعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، احط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اجده انتوا ناس محترمين. ايوه، ما انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عايزاهم. والله كده يعني، ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيلا بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي، والله ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى اوعى كده ملخت الكوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يلا، اتكل على الله. يا استاذ دوله، انا طالب يد الأنسة حماتك. أنسة حماتك؟ امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هناك، انت شفتها فيها؟ يوه.
أو مش يوه يعني ما فيش حاجة. يلا اتكل على الله. يوه اصبر أنت يا أستاذ عادل، أنت شفتها فين يا معلم؟ أني يومات بنتقابل يا معلم، ايوه، واذا ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيد اعدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو، لازق. انت لازق ايه؟ انا يا استاذ عادل، انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تتجوزوها لي. تتجوزوها لي؟ لا اكده بقى اتبصرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى تضيق بدل تعزرميها. دوله هو مش لا دوله، دوله يا دوله. اوعى كده ملختي تكون. مش خلاص اوعى كده ملختي تكون. ما مش خلاص، ما قلت لك خلاص. ما قلت لك رايك كده. انا مش كده دولا. بتسرق الخواجات يالا ولا ايه؟ ما لسه ما فيش خواجات يا دولة. مش في خواجة هيشتري يبقى انت بتسرقه يخرب. اقعد، عايزك في حاجة مهمة جدا. قول يا دولة. خير. ها دولة ايه؟ ايوه دولة، عايز تروح ايه؟ انت مش فاهم يالا. مع السلامة يا رمزي. يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ يخرب بيتك، يعني جايب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي اسافر؟ انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى. دولة لا لا دولة، انت هتموتني ولا ايه يا دولة؟ ما يعني هتودي نفسك في 60 ده يا دولة عشان خاطر كلب زي؟ ايوه انت عرفت نفسك كلب زيك، بس انت ياما وريتني. لا يا دولة، اللي يعيش يشوف اكتر يا دولة. انا مش ياما سليتك ولا سلتني ولا هباب، انت كفايه لحد كده بقى عليك. ابوس ايدك يا دولة، ابوس ايدك. ابوس، ما تسيبنيش يعني اموت واديك نص ثروتي. ثروتك يا معافي؟ ده انت عندك بيجامه هتديني البنطلون بتاعها. انت كفايه عليك قوي بقى لحد كده. مش عايز اموت، لا مش عايز، عايز اعيش. مع السلامه يا رمزي. عايز اعيش. خفت يا معلم؟ خفت والله. صح صح. لا انا ما بخافش ولا حاجه دولة، بس يعني انا عايز اروح اغير البنطلون عشان شكله اتبل. يا دي عبيط يا اهبل، مسدس باين ان هو لعبه، وحاطط البتاع اللي تتعمل كده هو، يعني ايه اللي مخوفك؟ ده بتاع تريز ده يالا. ايه ده، يا رانيا خلفت؟ يا دي لسه في اول شهر، خلفت امتى يالا؟ ايوه، امال عتريس ده مين يا دولة؟ ابن مين يعني؟ ابني برضو، بس انا عارف اما قعدت فكرت مع نفسي كده اهو، حسيت برضو ان انا حنيت يالا، حنيت للابوبه. الابوبه؟ دولة هي الابوبه دي يعني غير الانبوبه؟ عشان الانبوبه بس بتاعتنا اتغيرت، عايزين نخلصت. لا الانبوبه دي اللي هي الام والاب مع بعض، ام بوبه، لكن الابوبه ده اللي هو الاب لوحده، يعني اللي هو بيحن بقى ان جاي له ابنه هيربيه وكده. اسره يا على دولة. الحمد لله. الحمد لله. عارفه يا رمزي لو جه ولد؟ طبعا يعني هتسميه رمزي. ده نقتله، اخلي امه ما تخلفوش يفضل في بطنها. يا دولة بس انت ايه النرفزه دي يا دولة؟ طب انا هريحك يا عم، انت تدوني ها، وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه. ولا تشربه ولا تاكله ولا ليك دعوه بيه. الواد ده يعني اول ما يشد حلو كده هو هيجي ان هو يمسك البازار، ومش عايزك بقى خالص يا رمزي. لا انا هستنى لسه لغايه ما يشد حلو، يعني عارف هو بيحبي، وهو بيحبي كده هو هيجي هنا اهو بالمشايه، وهو بالمشايه يمسك البازار. يا اهلا وسهلا بيه في ورث ابوه. ورث؟ موتني يا حيوان، همسكه البازار، مش هستنى حتى لغايه اما يحبي. هجيب صوره بتاعت السونار دي اخليه هو اللي يمسك البازار هنا. هو عايز حاجه؟ لا دولة مش عايز. يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله، يعني كمان 8 شهور. ياه، هيبقى عنده كم سنة ساعتها دولة؟ هيبقى عنده 20 سنة يا رمزي، وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البازار. في ايه؟ ماشي، مفيش انا مش هنساها.
دول انا شايفك نص على فكره. تخيل شايفني نص. انا خليك ما تشوفنيش خالص. يا سلام. ده دول لان عينيا ليك يا رمزي. دول يا عميد. يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. ها يا دكتور، ولد ولا ولد؟ هوا. هوا؟ يعني حضرتك شايف انها محتاجه تتزود هوا، ولا مثلا حضرتك حران محتاج هوا؟ يا استاذ هوا اللي في بطنها يبقى هوا. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه خطوره على الجنين، تحب مثلا نخليها تبلع بلوفر؟ معلش يا عادل، معلش. بكره تعوضوه ان شاء الله، انتوا لسه صغننين. نعوض ايه؟ هو جن دخل فينا وهنعوضه؟ ايه اللهجه اللي انت بتكلمي بيها المنتخب القومي ده؟ لا يعني انا مش فاهم في ايه يا حمادي. في ايه يا دكتور؟ انا قلت لكم بلاش تنقوا 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 النق ده، ما حدش سمع كلامي. يا استاذ الحمل كاذب، الظاهر المدام تقلت في الاكل ولا حاجه. كاذب؟ كذب علينا كلنا. حمل كاذب؟ لا عادل ارجوك ما تعملش في نفسك كده. انت عندك بنتك ومراتك وامك وحماتك وامك، ارجوك سيب المسدس ارجوك. ايه في ايه حماتي؟ في ايه ده مسدس؟ لا ياسمين تعالي خدي ياسمين المسدس ده يا حبيبتي. خلاص يا بابا ده الولاد، انا عايزه عروسه. حبيبتي ابقى اجيب لك عروسه ويبقى معاك المسدس تضربي بيه العروسه. انت اللي هتلعبي لوحدك، العبي بكل اللعب لوحدك يا ياسمين. يا رن زعلانة ولا ايه؟ طبعا زعلانة، زعلانة لاني اول مرة في حياتي جزء مني يكذب علي، وطبعا زعلانة علشان انا مش هعرف اجيب النون. امال انا اعمل ايه على المصاريف اللي انا صرفتها دي غير المسدس اللي انا اشتريته؟ لان كان كنت ممكن ارجعه، بس انا اصلي ضربت طلقتين في رمزي يعني، فالراجل كمان اللي باعهولي كاتب يفضل بضاعة المباعة لا ترد ولا تستهبل باين. تستبدل. يلا مش اشكال، الحمد لله. يمكن عشان الواحد بس اتبطر عن النعمة في الأول فجات كده يعني ملحوقة يعني. راني عموما أنا كمان اتعلمت درس عمري ما هنساه، اتعلمت إن أنا ما طلعش كل اللي في جعبتي للآخرين. طب رايحة فين دلوقتي مع الآخرين؟ لازم ترتاح. أرتاح؟ أيام الراحة خلاص ولت وانتهت، قد أصبحت امرأة فارغة. أصبحت امرأة فارغة؟ كمان لغة عربية في المواقف دي. فكاها يا لا رمزي بقى. بص بقى دولا، ما تفكرنيش يعني ان انا هرجع كده بالساهل، لا ده انا هشيل لك البازار وشيل لك كل حاجه. يا رمزي في انت عايز ايه يا رمزي؟ اتراضى يا دولا، 100 جنيه ما ينقصوش مليم احمر. يا اوفر، يعني لو اديتك 100 جنيه ناقصين المليم الاحمر مع ان ما فيش ملاليم مش هتاخدهم؟ دولا ال 60 جنيه بقى اللي انت هتديهم لي دولا هتديهم لي امتى؟ ماشي يا عم رمزي اقرص عليا. ماشي ال 40 جنيه يا سيدي هديهم لك بالتقسيط كل اسبوع 3 جنيه. لا يا عم انت تستقرضني، انا عايز دلوقتي 5 جنيه على الترابيزه وبعدين نبقى قصدي ايه. هديك القسط الاول يا عم وسيبك من المقدم، مش اشكال خالص. اتفضل يا سيدي. لاد يا هم 3 جنيه مرضي؟ مرضي يا دولا. يلا قوم هات لنا بيهم بقى سندوتشات. يلا بسرعه. لا يا دولا. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟
صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى استنى ايه ده؟ ده جواب غرامي. ايه يا دولة في ايه؟ قال له هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، هي ناقصاك انت كمان. ايه بس يا دولة، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي، انت لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولة، انت الحته دي بقى بالذات ورثها من انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دول، الحمد لله مفيش نطورت اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعة، ربع ساعة واخلي سمعتكم على كل لسان. بس كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجة عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفة اللي بعته ولا لأ؟ تالت حاجة، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجة، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره التي هي من الواضح انها متشعللة في اتجاه واحدة عندكم في المنزل؟ يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوة دي يا لأ؟ ابن عمك مشرفة. تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولة، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا لأ. الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني، لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا، وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر، وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول، فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضو غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكرة يالا، ومكافأة ليك مخصوم منك 150 جنيه. انا عايز اعرف كل حاجة دلوقتي بقى. على فكرة بقى عادل، بقى انت بصراحة يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفة. الصدفة ازاي؟ هو بني ادم ده لعبة يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم.
يا سلام، هما الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. أنا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في إيدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الأولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الأولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه، مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الأولاني. ايه المعلومات الفظيعة الجديدة اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكو، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكو ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرأ لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. يا خسارة عمية زرقة، دي هحاسبك عليها بعدين اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسلية، كلك رقة وطيبة وحنية. فلت الجبان، ما تزوج يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متأكدة ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة أنا معرفش مين اللي بيبعتها لأن ذوقه زبالة، وأنا بصراحة ما بعرفش الناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، إحنا طبعا عارفين إن إحنا عيلة واحدة وإحنا أسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لإما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما أعرفه. أنا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لأنها طلعاني، وما بتكذبش أبدا. على فكرة بقى، الدباديب دي بتيجي لياسمين لأن أنا شفت الواد حمادة كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، أنا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي إيه اللي حصل بالظبط. الواد حمادة كلمني من يومين وقال لي إن هو في شرم. يا كذابة. أنا بقى عارفة مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. خلاص بقى يا حبيبي، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. بابا الدبدوب جه وهو كمان رن الجرس. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنى، الخيوط بتاعت الجريمة ابتدت تكتمل يا جماعة. تاني مع الدبدوب. ها، اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي، انا هقرا الجواب مع اني كنت مدي فرصة للي بيجيله الدباديب. انا ببعت لك النهاردة عشان اقول لك كل سنة وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا حبيبي، وماضي البجح كمان. النهاردة بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهاردة مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك. ايه ده، قصدكوا ايه؟
قصدكم ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعه بقى نسيبهم مع بعض في لحظه هدوء وحب وسعاده. دبروا وزن على خراب عيش. باي باي بقى يا عدوله، سهره سعيده. ربنا معاك يا رب. الليله مطينه بطين. رانيا حبيبتي اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. يا حبيبي انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها ما تغيرش الموضوع، مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا استنى استنى استنى، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول التليفونات على فكره يا دوله، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دوله، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات سنه الصوره دي، هات الصوره دي. ما هي دي فيرجينيا. ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر من 10 سنين يا دوله. هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كله ناحية واحدة يا غبي مرة كده. ولا قولي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الإنكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجة، قولي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ أنا شلتلك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عشان دي أول كلمة تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان يا دولة. ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دوله. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصلي ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دوله. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ لا يا دوله. وسر برضو على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضو مصر. انت مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، هو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ انا مش عارف.